أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من الميادين مسهلة بأبرز العناوين. معارك عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي داعش في دير الزور. فصائل مسلحة في سوريا تعلن مشاركتها في لقاء أستانا، ولافروف يجري اتصالات بشأن الاستعدادات. بعد أقل من 700 متر عن ضفة نهر الدجلة. القوات العراقية تشارف على إنهاء تحرير شرق الموصل بالكامل. استشهاد فلسطيني وجرح 5 برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق بيت لحم. المحكمة الإدارية العليا المصرية تؤكد ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير. والاحتلال الإسرائيلي منع وصول ألوان الرسم إلى غزة، وفنان فلسطيني ينتجها بعد تجارب ناجحة. أهلا بكم. أفاد محافظ دير الزور اللواء محمد سمرة للميادين بأن لا صحة لدخول مسلحي داعش إلى حيي الجورة والقصور في مدينة دير الزور، وأضاف أن الجيش يخوض اشتباكات عنيفة مع التنظيم. هذا فيما أفادت مراسلة الميادين بصد الجيش السوري هجوما عنيفا لداعش على محيط المطار العسكري ومحيط البانوراما، وسيطر على سرية جنيد ومكابس البلوك والمقابر. وللمزيد حول حقيقة الوضع في دير الزور تنضم إلينا من دمشق مديرة مكتب الميادين ديما نصيف. ديما، ما آخر المعلومات لديك حول هذا الهجوم يعني الذي يتكرر لداعش؟ أيضا هناك تناقل لكثير من المعلومات التي قد تكون غير صحيحة عن سيطرة لداعش وتقدم له. في الحقيقة لنا يعني طبعا يعني بداية، الأحياء التي يسيطر عليها الجيش السوري في مدينة دير الزور هي أحياء الجورة والقصور والموظفين وكذلك الفيلات، ويمتلك أيضا خطوط تماس مع داعش طيلة فترة حصار داعش في هذه المدينة منذ عامين، منذ أن يعني تمكن من السيطرة على كامل الريف في محافظة دير الزور، ومن ثم دخل إلى أحياء فيها. هناك خطوط تماس في الحويقة والرشدية والصناعة والعمال والعرفي، وبالتالي يعني داعش بدأ بهجومه منذ يومين على نقاط الجيش في هذه المناطق التي تقع في غرب المدينة، وأيضا كثف من هجومه على منطقة قريبة جدا تدعى البغيلية في الريف الغربي لمدينة دير الزور، وبالتالي أيضا حاول أو يحاول ويشتبك مع الجيش السوري في تلك النقطة. ما يحاول القيام به داعش على اعتبار أن نقاط سيطرة الجيش هي متفرقة في هذه المدينة، يعني لديه هذه الأحياء في غرب المدينة، ولديه أيضا يعني المطار العسكري الذي يقع إلى الجنوب من المدينة مع أحياء هرابش وكذلك الجفرة. فصل داعش اليوم عندما قطع طريق المطار بعد وصوله إلى نقطة المكابس البلوك، بالتالي قطع طريق المطار مع منطقتي هرابش والجفرة عن الأحياء الغربية للمدينة، أي فصل مناطق سيطرة الجيش بين شرق وغرب. وأيضا هو يحاول أيضا أن يقطع صلة الوصل بين مطار دير الزور العسكري واللواء 137 الذي يعد قاعدة خلفية وحامية لهبوط وإقلاع الطائرات من دير الزور، لمنع الطائرات من إمكانية الهبوط وإمكانية إيصال الإمداد أو السلاح أو الذخيرة لعناصر الجيش المتواجدين والذين يشتبكون مع التنظيم في كل هذه النقاط. وبالتالي يهدف داعش من هذه العملية إلى عزل النقاط الثلاث التي يملكها الجيش السوري في هذه المناطق من أجل ربما يعني إضعاف خطوط الدفاع للجيش، وبالتالي يستطيع أن يهاجم كل منطقة على حدة. لا تزال حتى اللحظة المعارك على أشدها والاشتباكات عنيفة جدا بين الطرفين. لم يحقق داعش سوى الخرق، وهو ليس خرقا سهلا يعني بطبيعة الأحوال، وليس قليل يعني صغيرا، عندما تمكن من السيطرة على ما يسمى بوادي الثردة، وهو الوادي الذي يقع إلى جانب جبال الثردة التي هي أيضا تشكل نقطة حاكمة على مطار دير الزور بهدف هذا الفصل الذي تحدثنا عنه. وبالتالي هو أيضا سيصعد من هجماته على هذه النقاط الثلاث، ويعني يحاول الجيش السوري أو لا يزال الجيش السوري يقاوم ويصد هذه الهجمات حتى اللحظة كما نعلم يعني أو كما علمنا من المصادر العسكرية. شكرا ديما نصيف على كل هذه المعطيات، مديرة مكتب الميادين. نعم. كنت معنا من دمشق.
وفي المقابل سيطر الجيش السوري على كامل بلدة عين الخضراء في منطقة وادي بردة في ريف دمشق. وأفاد الإعلام الحربي على استمرار القصف على مواقع المسلحين المحيطة. الجيش السوري وصل عملياته العسكرية في المنطقة بعد خرق المسلحين وقف إطلاق النار واغتيال اللواء أحمد الغضبان أثناء صيانة نبع الفيجة الذي يغذي دمشق. بعد 40 يوما على إطلاق قوات سوريا الديمقراطية المرحلة الثانية من تحرير محافظة الرقة أو ما أسمتها بمعركة غضب الفرات، ما هو التقدم الذي أحرزته على الأرض بدعم من طائرات التحالف الدولي وتمهيدا لتحرير مدينة الرقة؟ 40 يوما مضت على بدء قوات سوريا الديمقراطية تدعمها طائرات التحالف الدولي المرحلة الثانية من معركة الرقة، معركة تهدف إلى السيطرة على ريفي الرقة الشمالي والغربي ومحاصرة مدينة الرقة تمهيدا للتقدم باتجاهها. المعركة التي نجحت خلالها قوات سوريا الديمقراطية بمشاركة فصائل عربية من أبناء الرقة، أهمها لواء صقور الرقة، في السيطرة على أكثر من 55 كيلومترا في محور قرية القادرية وقرابة 35 كيلومترا من محور عين عيسى. هذه المعركة ما زالت متعثرة في تحقيق تقدم مهم من أجل السيطرة على سد الفرات الاستراتيجي الذي تحاصره منذ أكثر من 10 أيام. تقدمنا مسافة 30 كيلومتر باتجاه المحافظة، وصلنا جبهة القادرية وجبهة قلعة جعبر وجبهة تل السمن، طبعا مبارح المسويات وصلنا الجبهة، والآن نقوم بتمشيط القرى، أكثر من 40 قرية نقوم بتمشيطها. محور قلعة جعبر ما زال يشهد هجمات معاكسة لداعش رغم الغارات الجوية الكثيفة لطائرات التحالف الدولي التي تكاد لا تغيب عن سماء الرقة. القصد من هذه المرحلة محاصرة محافظة الرقة ومحاربة داعش، وإن شاء الله سنحارب داعش في جميع الأراضي السورية، داعش ومن يوالي داعش. قادة ميدانيون أكدوا أن التنظيم يلجأ لأساليبه الدفاعية المعتادة في تفجير السيارات المفخخة ونشر الألغام والاعتماد على الإنغماسيين في صد الهجمات، ما يؤدي إلى البطء في التقدم الميداني على الأرض. صراحة يعني اللي عم يعرقل تقدمنا أكثر شيء هي الألغام فخخات، بس الحمد لله أنه عم نتعدى هالمراحل هاي بالنسبة للمفخخات الألغام. معركة الرقة التي تشارك فيها وحدات حماية الشعب الكردية والتي أطلق عليها اسم غضب الفرات ردا على حملة درع الفرات التركية، معركة طويلة بحسب قادة ميدانيين نظرا لإصرار داعش على الدفاع عن معقله الرئيسي في سوريا. سياسيا، بحث وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو الاستعدادات الجارية لعقد لقاء أستانا السوري. وفي بيان نقلت الخارجية الروسية عن لافروف وأوغلو تأكيدهما ضرورة التزام وقف إطلاق النار في سوريا. لافروف بحث لقاء أستانا أيضا مع نظيره الكازاخي. هذا فيما أكدت المجموعات المسلحة في سوريا موافقتها على حضور لقاء أستانا للحل. القيادي في جيش الإسلام محمد علوش أعلن أنه سيترأس الوفد إلى كازاخستان، وأضاف أن كل الفصائل ستشارك. من جهته أشار المستشار القانوني في الهيئة العليا للمفاوضات أسامة أبو زيد إلى انتداب الهيئة وفدا تقنيا لدعم الوفد العسكري في أستانا، وأضاف أن كل الفصائل ستشارك ما عدا تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة. حول التطورات المتعلقة بهذا المؤتمر والتحضيرات التي تترأسها موسكو، سينضم إلينا من العاصمة الروسية الآن مدير مكتب الميادين هناك سلام العبيدي. سلام، ما مدى حضور هذا المؤتمر في الأروقة الروسية وما آخر المعلومات حوله من موسكو؟ لانا، يبدو أننا اقتربنا بالفعل من مرحلة الاستعدادات النهائية لعقد اجتماعات أستانا بين العسكريين السوريين والمسلحين الذين يمثلون المعارضة المسلحة، إذ أن كل الاتصالات الأخيرة واللقاءات التي جرت خاصة في موسكو توحي بأن هذه الاستعدادات فعلا يعني وصلت مرحلتها النهائية. إذا أخذنا بنظر الاعتبار على سبيل المثال أن موسكو احتضنت يوم الجمعة الماضي لقاء تشاوريا روسيا إيرانيا تركيا على مستوى نواب وزراء الخارجية في البلدان الثلاث،
البلدان الثلاثة لتنسيق هذه الأمور المتعلقة بالتحضير للقاء أستانا بين الطرفين السوريين. أيضا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار الاتصالات التي جرت اليوم بين الوزير لافروف ونظيريه التركي والكازاخستاني، والتي تركزت أيضا على هذه التحضيرات، كذلك اللقاءات العديدة التي أجراها نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، وكذلك اتصاله الأخير اليوم مع نائب المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا رمزي رمزي. وأخيرا تلك المعلومات التي حصلنا عليها من الكبير المستشارين السياسيين لستيفان دي مستورا والمنسق الروسي للمفاوضات بين الطرفين السوريين البروفيسور فيتالي نعومكن رئيس معهد الدراسات الشرقية لدى أكاديمية العلوم الروسية. كل هذه المعطيات توحي بأن الأطراف والجهات المنظمة تسعى إلى عقد هذا الاجتماع في 23 من هذا الشهر. أيضا في نفس الوقت يعني كما قال لنا البروفيسور نعومكن اليوم الحديث يجري عن عقد هذا اللقاء، يعني عمليا هناك شبه إجماع على عقد هذا اللقاء، قد يكون لأسباب تقنية فنية قد يعني يحصل تغير طفيف على الموعد يوم أو يومين، وهذا من حيث الجوهر لا يؤثر على العملية برمتها. أيضا تأكيد نعومكن على أنه بعد ذلك يعني بعد أستانا سيعقد لقاء جنيف في موعده في 8 من شهر شباط فبراير المقبل، وأن السيد نعومكن نفسه سوف يتوجه إلى جنيف في 7 من الشهر القادم. هذا أيضا يعني بمثابة دلالة إضافية على أن الأمور تسير باتجاه عقد الاجتماعين في أستانا وفي جنيف. أيضا يجب أن نأخذ بنظر الاعتبار قضية هامة، لأن هناك تصريحات كثيرة عن من سيدعى إلى اجتماع أستانا وكذلك إلى اجتماع جنيف. هناك يعني للأطراف التي تحضر لهذين اللقاءين يوجد وضوح من حيث الجوهر، وهو أن لقاء أستانا هو لقاء بين العسكريين السوريين والمسلحين السوريين. ممتاز. سلام، شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في موسكو سلام العبيدي، كنت معنا من العاصمة الروسية. إذن الاجتماعات التركية مع المجموعات المسلحة في أنقرة سمحت بتأليف وفد الفصائل المسلحة إلى أستانا والتزام تنفيذ التعهدات المقدمة إلى روسيا. وقد أفادت المعلومات بجهود بذلها رئيس الاستخبارات التركية حقال فيدان في إقناع المسلحين بتأليف وفدهم إلى كازاخستان. حقان فيدان بنفسه في اجتماعات أنقرة مع المجموعات المسلحة. رئيس المخابرات التركية انتزع من الفصائل المسلحة بعد أسبوع وفدا إلى أستانا. وصل إلى قاعة الاجتماعات السيد المستشار حقان فيدان ونقل لنا رسالة واضحة وصريحة من السيد رئيس الجمهورية التركية، مفادها أن تركيا قيادة وشعب لم ولن يتغير موقفها من القضية السورية، وأنها تساند أي قرار سوف يصدر عن اجتماع أنقرة. جويش أوغلو مع سيرجي لافروف أنقذ الاتفاق قبل نفاذ الوقت. الطريق إلى أستانا لتثبيت وقف إطلاق النار بات معبدا. الوفد سيثبت وقف إطلاق النار في أستانا كي لا يخسر الطرفان رهانهما السوري. لروسيا الاستئثار بشروط التسوية السورية في جنيف، ولتركيا الإطاحة بالمشروع الكردي وإطالة أمد نفوذها في الشمال السوري وأسبقية سياسية لمجموعاتها في دمشق. الوفد عسكري بانتظار السياسيين في المرحلة المقبلة. فالمجموعات التي تعهدت بالذهاب إلى أستانا كبيرة، توقيع جيش الإسلام وفيلق الشام والجبهة الشامية وغيرهم تحولت إلى وفد كما نص الاتفاق. محمد علوش سيستأنف في أستانا ما بدأه في جنيف بحلة عسكرية وعلى رأس الوفد. الألوية التركمانية الوفية لأنقرة نالت حصة الأسد، والحصة التركية تكبر أيضا مع الإخوان المسلمين والمجموعات التي قاتلت في الشمال السوري. لكن تشكيل الوفد لن يحول دون مواجهة مع النصرة، فأستانا تفضي حكما إلى مواجهتها لتقاسمها المعقل الأخير في إدلب، والوفد لن يكون مؤثرا من دون مشاركة أكبر المجموعات المسلحة القادرة على تحدي النصرة أحرار الشام التي ترفض الهدنة.
كنا رفضنا هذه الهدنة وأعلننا عن رفضنا لها بشكل واضح لعدة أسباب. السبب الأول أن هذه الهدنة ارتبطت بحل سياسي غير واضح المعالم. أحرار الشام عاجزة أيضا عن اتخاذ القرار الذي يطالب به الأتراك. الشرعي أيمن هاروش قدم غطاء سياسيا لا يعترض ولا يدعم أستانا لتفادي انفجار الخلاف داخل أحرار الشام بين تيار الإخوان والقاعدة. حقان فيدان شكل وفده للوفاء بالتعهدات المقدمة إلى الروس، لكن الأولوية هي إنقاذ الاجتماع وعقده بأي ثمن في موعده. ديما ناصف، دمشق، الميادين. حررت القوات العراقية أحياء الجماسة والكندي والقيروان والأندلس الثانية وتتولى تطهير حي الشرطة شرق الموصل. نائب رئيس الحكومة المحلية لمحافظة نينوى قال للميادين أن شرق الموصل سيحرر اليوم بالكامل. كانت كاميرا الميادين أيضا رصدت خروج عائلة عراقية من أحد أحياء شرقي الموصل إلى الأحياء التي حررتها القوات العراقية، وقد عبرت عن فرحتها بالزغاريد وهتافات الأطفال بعد تحررها من سيطرة داعش وممارساته الإرهابية. تواصل قوات جهاز مكافحة الإرهاب تحرير حي الأندلس الثانية ضمن اندفاع مستمرة بحرب الشوارع بعدما حررت الأندلس الأولى. القوات العراقية في هذه المنطقة تتعامل بحرب شوارع وبضوابط وجود العامل الإنساني لأسباب وجود بدنيين لم يغادروا. والله المعركة ماشية إن شاء الله، وهسه متقدمين والساعات القليلة سوف نحرر الحي بالكامل إن شاء الله. يعني نتقدم قطعات هذا حي الشرطة وحي المعلمين، وهذاك الفندق اللي قدامكم واضح جدا القصور الرئاسية، وبهالاتجاه حي الشرطة إن شاء الله عملية تطهير مستمرة واشتباكات موجودة قريبة جدا. أكثر من قوة تدخل شوارع حي الأندلس الثانية من أجل الاندفاع إلى محورين باتجاه فندق نينوى، وهو يمكن ما ترصده كاميرا الميادين. هذا المعلم البارز في مدينة الموصل، مقر قيادة وسيطرة لمسلح داعش. داعش استخدم سيارتين مفخختين حاول بهم المشاغلة في حي الأندلس الثانية وكذلك في منطقة الحدباء، حيث قطعات الجيش العراقي تقدم الإسناد قوات العراقية. واضح جدا من أسلوب المعركة والسيارات المصفحة التي تعتمد في حرب الشوارع أن القوات العراقية وصلتها التعزيزات منذ الاندفاعة السريعة التي حصلت بتحرير جامعة الموصل وكذلك بقية الأحياء. اشتباكات عنيفة تخوضها القوات العراقية ومعالجات بالرشاش الثقيل على مواقع تواجد مسلحي داعش في الأندلس الثانية، كذلك تتقدم قوات النخبة العراقية في هذه المنطقة باتجاه إحكام السيطرة عليها بشكل كامل. القوات أيضا كسرت دفاعات داعش في الحي العربي وتمكنت من الاندفاع على أكثر من حي. المتبقي وفق قيادة مشتركة هي 5 أحياء فقط، تستمر المعالجات العسكرية فيها ضد مسلحي داعش لتحريرها. تم اقتحام حي الأندلس وحي الشرطة من قبل أبطال جهاز مكافحة الإرهاب، نبعد أقل من 700 متر عن ضفة نهر الدجلة، وهذا هو آخر معاقل كيان داعش الإرهابي. حرب وتأمين لتقدم الوزارات العراقية التي تكسر دفاعات داعش والسواتر التي قام بإنشائها لقطع الطريق على تقدم القوات العراقية. حسم سريع وتقدم نوعي للقوات العراقية تحقق بعدما أنجزت مهمة تحرير جامعة الموصل وسيطرت بشكل أساس على حي الحدباء شمال الجامعة، وكسرت دفاعات داعش وطبعا الدفاعات عند آخر معاقل التنظيم في الحي العربي والشرطة والأندلس الثانية. من حي الشرطة المحرر في الساحل الأيسر للموصل، عبد الله بدران، الميادين.
إذن هذا بالنسبة للمعارك الدائرة، المعارك العسكرية، ولكن أيضا جزء مهم من الصورة هو ما يتعلق بالناس الذين خرجوا من الأحياء التي يسيطر عليها داعش، والذي كان للميادين يعني حظ في تصوير عائلة عراقية خرجت من إحدى هذه الأحياء في شرقي الموصل. ومن شرق الموصل ينضم إلينا الآن مراسل ميدان عبد الله بدران. عبد الله، كم نبعد عن إعلان تحرير شرق الموصل بالكامل؟ نعم لنا، الأمر متروك لقيادة العمليات المشتركة. الوضع العسكري على الأرض هو انتهاء يعني الحسم بالنسبة للقوات العراقية في الجانب العسكري، وما بقي هو الجانب الأمني الذي يأخذ بعض المساحة برفع المفخخات وكذلك تفكيكها، تفكيك الألغام. القطاعات العسكرية العراقية اليوم سيطرت على عدة أحياء: الأندلس الثانية، الشرطة، القيروان، الجماسة، النبي يونس، برقد النبي يونس، وكذلك حي الكندي. القوات العراقية وصلت إلى خطوط التماس عند ضفاف نهر دجلة ضمن المحور الشرقي. أنهت دفاعات داعش الأخيرة عند القصور الرئاسية وكذلك منطقة الغابات، واقتربت من معالم مهمة داخل مدينة الموصل. بالنسبة للإعلان الرسمي متروك للقيادة العسكرية وتحديدا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لأهمية واعتبارات الموصل، هي عاصمة محافظة نينوى، وما أراده داعش عاصمة لخلافته كما أعلن زعيم التنظيم البغدادي. وبالتالي العمليات وتحرير النصف الأكبر من مدينة الموصل على يد القوات العراقية، وما تحقق من قفزات سريعة خصوصا في الصفحة الثانية من عمليات التحرير، مكن القوات العراقية بالفعل من أن تتقدم بخطوات كبيرة على مسلحي التنظيم. ووفق حتى القراءات العسكرية فداعش ربما سيعيد بعض الحسابات في الساحل الأيمن بعدما تحقق من نصر يمكن أن تستثمره القوات العراقية في تحقيق عملية التقدم في الساحل الأيمن للمدينة، وهو النصف الأقل أو الأصغر مساحة من النصف الذي حررته القوات العراقية وسيطرت عسكريا عليه. ربما القوات العراقية سابقا خاضت معارك في مناطق وأحياء في الأنبار وصلاح الدين وكذلك ديالة، لكن بالنسبة لمعركة الموصل الجديد فيها والذي أكسب القوات العراقية خبرة القتال، زيادة في خبرة قتال حرب الشوارع، هو وجود المدنيين. والقوات العراقية تمكنت من إتقان المعركة مع داعش وقادته إلى سيناريوهات الاشتباك وقواعده وفق ما قررته هي لا ما سحبه هو إليها. وبالتالي فالقوات العراقية بعد عملية التحرير في الساحل الأيسر لمدينة الموصل وما حققته قوات النخبة العراقية والشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع وحتى قطاعات الجيش العراقي التاسعة والحادية عشر والخامسة عشر والسادسة عشر التي اشتركت بهذه العمليات، زادها خبرة في إدارة الاشتباك مع مسلحي داعش في مناطق يعني تواجد المدنيين، وتمكنت القوات العراقية الآن بعد السيطرة على الشرق وفق ما تقرره هي. بالتالي الإعلان الرسمي، لست أسمعك واضحا لنا، لكن الإعلان الرسمي عن انتهاء عمليات التحرير في الساحل الأيسر ربما نترك للقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي. طيب شكرا لك عبد الله بدران، يبدو أننا فقدنا الصوت معك. في كل الأحوال زميلنا إذن عبد الله بدران من شرق الموصل مراسل الميادين، شكرا جزيلا لك.
في تركيا قتل شرطي تركي وأصيب 6 آخرون بانفجار وقع مقابل جامعة دجلة. الانفجار وقع لدى مرور دورية أمنية تقل عددا من عناصر الشرطة بمحافظة ديار بكر جنوب شرقي البلاد. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب الفلسطيني قصي حسن العمور برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال إطلاق النار على متظاهرين فلسطينيين في بلدة تقوع شرق بيت لحم. وقد اعتقل جنود الاحتلال العمور لدى إصابته برغم حالته التي كانت خطرة. كذلك أصيب 5 فلسطينيين من بينهم امرأة بالرصاص المطاطي خلال التصدي للاعتداءات الإسرائيلية. الناطق الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين داود شهاب أكد أن الاعتقالات الأخيرة تخدم إسرائيل وتشتت البيت الفلسطيني. شهاب أوضح للميادين أن الاعتقالات تناقض اتفاقات سابقة مع السلطة الفلسطينية وتأتي في إطار التنسيق الأمني مع إسرائيل وخدمة للاحتلال. هذه الاعتقالات لا تأتي إلا في سياق واحد هو سياق التنسيق الأمني وسياق خدمة أجندة الاحتلال باختصار شديد. لا تفسير آخر ولا توجد يعني أي تفسيرات أخرى سوى هذا التفسير بالنسبة لدينا. وهي اعتداءات متواصلة بالمناسبة تطال شريحة واسعة من الأسرى المحررين بسبب الاحتلال. نصار الشيخ نظير نصار أمضى في سجون الاحتلال في آخر اعتقال له كان في سجون الاحتلال أمضى 7 أعوام أسيرا في سجون الاحتلال. وبالتالي الحقيقة هذا موضوع يعني يطرح من جديد أزمة حقيقية وتنكر واضح من قبل الأجهزة الأمنية ومن قبل السلطة الحقيقة لتفاهمات سابقة والتزامات سابقة وإجماع وطني بضرورة وقف الاعتقالات السياسية. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت قادة في حركة حماس في رام الله من بينهم النائب أحمد مبارك والكاتب وليد الهودلي والشيخ إبراهيم أبو السبع والشيخ فلاح ندى. كذلك اعتقل الأسير المحرر الصحفي محمد القيق شمال رام الله الذي أعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله. توافقت الفصائل الفلسطينية المشاركة في محادثات موسكو على موقف موحد يتلخص بعدم قبول أي حل لا يلحظ قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس. وطلبت الفصائل بضمان حق عودة اللاجئين معربة عن نيتها الطلب من روسيا دعم تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وإدارة الاستيطان والعمل على الحيلولة دون نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس. وفي غزة نظمت وزارة الثقافة وقفة احتجاجية رفضا لتصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة. وعبر المعتصمون عن ضرورة التصدي لمثل هذا القرار الذي يسعى إلى إرضاء إسرائيل. القدس أكبر من البيت الأبيض والقدس أعمق في التاريخ من التاريخ الأمريكي نفسه. وترامب بكل همجيته وغبائه لن يستطيع أن يغير التاريخ الفلسطيني الذي جبل بالدم وجبل بالعطاء وجبل بالتضحيات. مثل هذا القرار السطحي الذي ليس من هدفه إلا إرضاء الغرور الإسرائيلي والعنت الإسرائيلي والغرور الإسرائيلي بأن هذه الأرض ملك لهم. أهلا بكم من جديد إلى مصر، حيث أعلنت مصادر طبية في شمال سيناء استشهاد مدني وإصابة 2 آخرين في انفجار عبوة ناسفة بالعريش. التفجير وقع في شارع أحمد عرابي وسط المدينة. العبوة وضعها مجهولون بين أكوام النفايات. وفي الشأن المصري أيضا، أكدت المحكمة الإدارية العليا ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير، وقضت برفض طعن الحكومة في مصرية الجزيرتين. وقال القاضي في جلسة النطق بالحكم إن الحكومة لم تقدم أي وثيقة تبطل الحكم السابق. قد وقر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها بأدلة بأدلة دامغة قطعت الشك باليقين. أصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر قرارها.
الطعن ببطلان اتفاقية تيران وصنافير مرفوض، والجزيرتان مصريتان. قد حكمت المحكمة بإجماع الآراء برفض الطعن. لم يستطع نائب رئيس مجلس الدولة نطق الحكم مرة واحدة، فالقاعة تحولت إلى ساحة احتفال وتظاهرة يعلو الصوت فيها للشعب ولا تسمع إلا كلمته. على نطاق أوسع احتفل المصريون في الشارع. الطرقات المحيطة بمجلس الدولة غصت بمؤيدي قرار المحكمة الإدارية الذي يسمو إلى اليقين بحسب الحكم، فسيادة مصر على الجزيرتين مقطوع بها، وما وقع تحت بصر المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط ينطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصري والكلام من الحكم القضائي. أهلاً أهلاً يا صنافير، لا سلمان ولا إسرائيل، لا سلمان ولا إسرائيل، لا سلمان ولا إسرائيل، وخير أجناد الأرض رووا هذه الجزر بدمائهم، ولم يطأها أي إنسان غير المصريين، وأي دولة قامت بعد الحضارة المصرية لا تستطيع أن تأخذ حبة رمل من مصر. الجزر مصرية، مصرية ليوم الدين، مصرية بالدم، مصرية بالعلم، مصرية بكل اللي استشهدوا عليها، مصرية بكل اللي ضحوا عشانها، مصرية ومش سعودية، وعمرها ما هتبقى تكون سعودية. مصرية مصرية. قال إن مصر مش نقطة على الخريطة ولا خطوط يرسمها حد، مصر ليها السيادة للشعب بس، والشعب قال إن الجزر مصرية ورواها بدمه، والحكم بيقول إنها هي مصرية وهتفضل طول عمرها مصرية. الحكومة المصرية لم تقدم وثيقة تغير من الحكم السابق الذي أبطل الاتفاقية، وقضية الجزيرتين لن تكون موضع نقاش في مجلس النواب المصري بحسب عضو اللجنة التشريعية في المجلس. تيران وصنافير مصريتان قالتها المحكمة، ولن تكون إلا مصريتين قالها الشعب. الحكم بمصرية الجزيرتين نهائي ولا رجعة عنه، وقد أنهى 7 أشهر من المنازعات القضائية. سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها. هكذا استقبل المصريون قرار المحكمة الإدارية العليا الذي أكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شيء آخر يغير أو ينال من هذا. كلمات المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة أنهت 7 أشهر من المنازعات القضائية حول مصرية الجزيرتين، بعدما كانت الحكومة المصرية قد صادقت على اتفاق ترسيم للحدود البحرية مع السعودية يمنح الرياض السيادة عليهما. الاتفاق الذي أقر خلال زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان أبريل الماضي أثار موجة غضب في الشارع المصري لم يكن احتواؤها سهلا. وبرغم التضييق على الحقوقيين والناشطين ضد الاتفاق وسجن بعضهم، إلا أن المسار القانوني استكمل عبر 13 قضية وصلت في النهاية إلى المحكمة الإدارية العليا لتؤكد مصرية الجزيرتين بحكم لا طعن عليه ولا استئناف ضده. جزيرة تيران مصرية وساحل سيناء مصري. مصرية الجزيرتين الواقعتين في جنوب خليج العقبة لم تكن مثار جدل أصلا قبل زيارة الملك سلمان للقاهرة. قيل الكثير منذ ذاك عن حزمة مساعدات سعودية للاقتصاد المصري مقابل التنازل عن الجزيرتين، ورافق الجدل تذبذب في علاقة الرياض والقاهرة على خلفية الجزيرتين والموقف المصري من حربي اليمن وسوريا، ولا سيما تصويت القاهرة مع قرار روسيا في مجلس الأمن حول حلب. ما بعد حكم المحكمة الإدارية العليا ليس كما قبله، مرحلة جديدة في علاقة الدولتين المؤثرتين إقليميا بدأت للتو، مرحلة يبدو أن عنوانها سيكون التوتر، وخصوصا بعد زيارة موفد الملك سلمان الأخيرة إلى سد النهضة في إثيوبيا والحديث عن تمويل سعودي له، أمر اعتبره مراقبون ضغطا على السلطات المصرية لإقرار اتفاق ترسيم الحدود البحرية، اتفاق بات الآن من الماضي بأمر محكمة مبرم أتى باسم شعب مصر. ومعنا من العاصمة المصرية الفقيه القانوني والدستوري عصام إسلامبول. أهلا بك
أستاذ إسلامبولي. يعني نستطيع أن نقول الآن عمليا أن المسار القضائي قد انتهى في هذه القضية؟ طبعا على الناحية النظرية هذا الحكم حكم من أعظم الأحكام التي صدرت في تاريخ القضاء المصري قاطبة بكل أنواعه، القضاء العادي والقضاء الدستوري والقضاء الإداري. هذا حكم يعتاد على رؤوسنا جميعا وعلى رأسها وعلى رأس هذا البلد. هذا الحكم رائع إلى درجة أنه ينبغي أن يدرس، كل فقرة فيه تدرس. الحكم أحاط بكل المناحي والمطاعن التي حاولت الحكومة أن تصيرها، لكن أعتقد أن الحكومة سوف تمضي في محاولة وضع العراقيل وافتعال الأزمات تجاه هذا الحكم، لكن هذا الحكم نهائي وبات ولا يجوز الطعن عليه، وواجب النفاذ إعمالا نصوص الدستور. ومخالفة هذه الأحكام تعرض الشخص الذي لا يحترم هذا الحكم ولا يطبقه إلى المساءلة الجنائية. ما هي العراقيل التي يمكن، أو يعني الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها الحكومة المصرية لعرقلة تنفيذ هذا القرار؟ يعني هم بعض الذين ينادوا من قبل بأن الجزيرتين السعوديتين أفصحوا عنها وقالوا أنه إذا المحكمة حكمت بتأييد الحكم السابق وبرفض حكم الحكومة سنلجأ للمحكمة الدستورية، وهو لن يلجأ. وإذا لجأ للمحكمة الدستورية أؤكد لك أن المحكمة الدستورية لن تقبل أي طعن على حكم صادر المحكمة الإدارية العليا، لأنه خارج نطاق اختصاصها، ولأنه الأحكام لها والطعون أمام المحكمة الدستورية لها طريق محدد وواضح، وهم لن يستطيعوا أن يعرقلوا هذا الحكم بأي شكل من الأشكال. حتى لو جرى مناقشة الاتفاقية أو ما يسمى بالاتفاق في داخل البرلمان سيكون اتفاق مناقشة على عدم، لأن الحكم وصف هذه الاتفاق بالعدم لأنه مخالف لأحكام الدستور. طب ألا يمكن اعتبار أيضا هذا الحكم جاء ربما كخشبة خلاص للحكومة المصرية، على اعتبار أن في الآونة الأخيرة شهدت العلاقات المصرية السعودية توترا كبيرا على خلفية رؤية مختلفة متباعدة في الملفات في المنطقة العربية أهمها سوريا؟ أي موضوع سوريا ده موضوع مختلف عن الجزيرتين، ده خلاف سياسي حوالين موقف سياسي في سوريا، إنما أنا أتحدث عن حكم قضائي. القضاء المصري هو صاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في البت في هذه المسألة. طيب هل برأيك سيكون لديه تداعيات في المرحلة المقبلة هذا القرار على مستوى العلاقة مع السعودية أستاذ إسلام؟ أعتقد أنه قد يفكر بعض الإخوة في السعودية للجوء إلى التحكيم الدولي، ولكن هذا أيضا مقضي فيه، لأنه من ضمن اللي بينظم الاتفاقيات هو قانون اسمه قانون اتفاقيات في معاهدة فيينا الذي صدر سنة 68. هذا الاتفاق أو هذه أو هذا القانون حدد قواعد أنه لا يجوز إبرام اتفاقيات تخالف دستور الدولة التي وقعته، والحكم مبني كله على هذه النقطة، على أن هذا الاتفاق جرى بالمخالفة لحكم الدستور، لأن الدستور استحدث قاعدة جديدة دستور 2014 بأن جعل هناك محظور لا يجوز أن يكون محل الاتفاق إذا كان الأمر متعلق بالتنازل أو التفريط في جزء من الأراضي المصرية، فلا يجوز أن يكون محل الاتفاق أصلا أو لمعاهدات. شكرا لك سيد عصام إسلامبولي الفقيه القانوني والدستوري، كنت معنا من القاهرة. عبرت فرنسا عن رفضها لأحكام الإعدام التي نفذتها السلطات في البحرين في الأثناء تشهد جزيرة سترة البحرينية إضرابا عاما وإغلاق طرق ذات إعدام السلطات الشبانية الثلاثة، كما تتواصل الاحتجاجات الشعبية المنددة بقرار الإعدام. شوارع البحرين والمنازل ووجوه أبنائها اكتست بسواد الحداد، التظاهرات الغاضبة عمت طول البلاد وعرضها في مشهد أعاد عقارب الساعة إلى الوراء، وكأن ذكرى ثورة 14 من فبراير حلت على البحرينيين قبل شهر من الزمن. صور الشهداء الثلاثة رافقت من علت أصواتهم بشعارات ضد ملك البحرين منددين بتنفيذ أحكام الإعدام السياسي بحق ثلاثة شبان يقول البحرينيون إنه لفقت لهم تهم بالقتل.
الشرطة البحرينية قمعت الاحتجاجات مستخدمة الغاز المسيل للدموع وسلاح الشوزن المحرم دوليا وسيارات مدرعة هاجمت بعنف المحتجين، ما أدى إلى سقوط عشرات الجرحى والمصابين ولا سيما في مناطق الديه والبلاد القديم والدراز. وشهدت منطقة السنابس خروج تشييع رمزي لشهدائها الذين تم إعدامهم، بالإضافة إلى خروج مسيرة حداد في الدراز في ساحة الفداء، بينما بدأ أهالي الشهداء بتلقي العزاء والتبريك على أرواح أبنائهم. انت زفيت والله زفيت انت. وأدت المواجهات إلى قطع عدد من الشباب عدة شوارع في منطقة النويدرات، وإلى استخدام المتظاهرين قنابل مولوتوف لإبعاد الشرطة التي لم تتوانى عن استخدام كل أساليب القمع لتفريق المحتجين. تنفيذ حكم الإعدام بحق الشبان الثلاثة دانته منظمات حقوقية عديدة، كما لاقت عملية الإعدام ردود أفعال دولية وعربية اعتبرت أن ما قامت به السلطات البحرينية هو بمنزلة إعدام لكل الخيارات المطروحة للتوصل إلى حل في البحرين. أفادت وكالة تسنيم الإيرانية عن إطلاق مضادات جوية على طائرة من دون طيار دخلت منطقة محظورة في أجواء طهران. معاون الشؤون العملية في مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي علي رضا الهامي قال أن الطلقات التي أطلقت باتجاه الطائرة كانت تحذيرية، وجرى وقف إطلاق النار بعد خروجها من منطقة الطيران الممنوع ويجرى التحقق من تبعيتها، ولا شيء يدعو إلى القلق. سيطرت تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي على أجواء جلسة وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إذ وصف بعضهم كلام ترامب عن الاتحاد والناتو بالمقلق والمتناقض، داعين إلى الوقوف في جبهة واحدة وعدم استسلام الأوروبيين للأحباط. تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لاقت أصداء مدوية في جلسة الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل. الانتقادات الشديدة التي وجهها ترامب إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الأطلسي قبل 5 أيام من توليه مهماته رسميا سيطرت على تصريحات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. بريطانيا كانت ذكية جدا في الخروج من الاتحاد الأوروبي. ترامب شدد في مقابلتين مع صحيفتي بيلد الألمانية وتايمز البريطانية على أن بريطانيا كانت ذكية باتخاذها قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، متوقعا أن يكون البريكسيت أمرا عظيما سيحض دولا أخرى على الخروج من التكتل الأوروبي. عزم الولايات المتحدة على إبرام اتفاقية للتجارة الحرة معنا أمر جيد جدا، وأن نسمع ذلك من الرئيس المنتخب دونالد ترامب شيء رائع. من الواضح أنه سيكون اتفاقا في مصلحة الجانبين. بوريس جونسون تميز بتصريحاته عن باقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين دعوا إلى التصدي لمواقف الرئيس المقبل بالوقوف جبهة موحدة وإلى عدم استسلام الأوروبيين للإحباط. حلف شمال الأطلسي كانت لديه حصته أيضا، حيث رأى ترامب أن الزمن تخطى الحلف لأنه صمم قبل سنوات ولم يعالج الإرهاب، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء لا تدفع ما يستحق عليها. وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عد تصريحات ترامب مقلقة جدا ومتناقضة مع ما قاله وزير الدفاع الأمريكي المعين جيمس ماتيس. تحدثت للتو مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي. التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي المنتخب مثيرة للقلق. هذا يتناقض مع ما قاله وزير الدفاع الأمريكي المعين جيمس ماتيس في جلسة استماع بواشنطن قبل أيام. سننتظر لنرى ماذا يعني هذا بالنسبة إلى السياسة الأمريكية. يقف الاتحاد الأوروبي في حالة ترقب في مواجهة مواقف متناقضة تصدر عن الإدارة الأمريكية المقبلة بحسب دبلوماسيين أوروبيين، حيث يعول الأوروبيون على مواقف ماتيس لتبني موقف حازم حيال موسكو على خلفية النزاع في أوكرانيا وبعد طرح ترامب احتمال التوصل إلى اتفاق مع روسيا على خفض الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها. نجح الفنان التشكيلي الفلسطيني أحمد السحار في ملء رفوفه بالألوان بألوان الأكريليك التي تستخدم في رسم اللوحات. جاء ذلك ردا على منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال هذه المواد إلى غزة. تجارب السحار تكللت أخيرا بالنجاح. أحمد شلدان.
لم تقف حدود فنه عند الريشة وما تخطه من جمال على لوحاته، بل امتدت هنا لتذلل كل العقبات التي قد تعترض طريقه. أحمد السحار فنان تشكيلي نجح في كسر منع الاحتلال لاحتياجات الفنانين عبر صناعة ألوان الأكريليك التي تستخدم في الرسم بجهود ذاتية وإمكانات محلية. هي بداية كانت تحدي للواقع في 2011، كانت هي البداية. حاولت أن أنا يعني أصنع لنفسي كفنان تشكيلي ألوان أستخدمها في لوحاتي، فكانت بداية هي فكرة صعبة وفيها معاناة كبيرة جدا. أكثر من 150 محاولة على مدار عدة أعوام بذلها أحمد حتى نجح في الوصول إلى المنتج النهائي وبسعر لا يتجاوز نصف سعر المستورد وبجودة تماثله كما أثبتت التجربة. قام يعني تركيب الوصفة الكيميائية لهذه الألوان وقام بتجربتها، وكذلك قام بتجربتها الكثير أو العديد من الرسامين والفنانين هنا في قطاع غزة، وكلهم أثنوا على الجودة التي تتمتع بها الألوان بما تضاهي حتى كذلك جودة الألوان المستوردة من الخارج. منع الاحتلال إدخال ألوان الرسم إلى غزة سابقا أعاق عمل الفنانين، لكن النجاح هنا بصناعة أكثر من 15 نوعا مختلفا أنقذ الريشة من أن تقف يوما عن إبداعها. هذه استقلالية كبيرة جدا في اللي هو توفير الألوان. لو كان إحنا ما في عندنا مشروع زي هيك، كان إحنا عندنا وقف في اللي هو الفن التشكيلي بشكل عام، وقف في رسم اللوحات الفنية، والفنانين حيكون في عندهم تكاسل كبير في الرسم. الإصرار على تلوين الحياة في غزة ذلل المعوقات وجعل من المستحيل ممكنا، فصناعة الألوان التي ترسم الرغبة في الحياة اليوم تعني صناعة الحرية غدا. سوداوية الحياة التي فرضتها الظروف الصعبة في غزة انتهت هنا على الأقل بالنسبة للفنان أحمد، والذي نجح في إعادة الحياة إلى لوحاته من جديد بصناعته الألوان محليا. فمن أراد أن يغير واقعه لم تحل الظروف دون ذلك مهما كانت قاسية. أحمد شلدان، غزة، الميادين. ومع هذا الموضوع نصل إلى ختام النشرة، لأن نعيد التذكير بعناوينها. معارك عنيفة بين الجيش السوري ومسلحي داعش في دير الزور. فصائل مسلحة في سوريا تعلن مشاركتها في لقاء أستانا ولافروف يجري اتصالات بشأن الاستعدادات. نبعد أقل من القوات العراقية تشارف على إنهاء تحرير شرق الموصل بالكامل. استشهاد فلسطيني وجرح 5 برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق بيت لحم. المحكمة الإدارية العليا المصرية تؤكد ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير. الاحتلال الإسرائيلي منع وصول ألوان الرسم إلى غزة، وفنان فلسطيني ينتجها بعد تجارب ناجحة. للمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net والموقع بالإسبانية espanol.elmedin.net وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى هنا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.